أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقنا أغلالا فهي إلى الأذكار فهم مقلقون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون. السماء لم تنظرهم لا يؤمنون. إنما تنظر من اتبع الذكر وخسر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة لأجره إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. نضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إليهم اثنين فكذبوهما فعذبهم ثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم ما أنتم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما بي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يريدني الله بضر فلا ينفع إن يريدني فيه ضرا.
قال ادخلوا الجنة قال يا ليت كنت أعلم ما بصر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على بعده جوب إلى السماء نور الصلاة وما كنا منزلين يوضع إلا طيحة واحدة فإذا من يا صوت لا يأتيه الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرى فتحك ما قبله من القرون قل القرون أنها القرون وإن كل يتعبد وعدها وداية الأرض ميتة أقبلنا ونخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الأنهار ليأكلوا ثمره وما عملت أيديهم وما سبحان الذي خلق الأبواب كلها لله إني تنبت الأرض ومن أعرف لا والشمس تجري ومستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا تقدير ما تدير كالتجر تدرك القمر ولا نحاج طلبا وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفضل وصلقنا لهم وإن تأذرتهم فلا صريخ لهم ولا هم ينظرون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أن رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
أنطعم من لو يشاء وَلَا أَعْطَوْهَا مَنَافِعَ وَلَا
أفلا يسترون اتخذوا من دون الآلهة لعلهم ينصرون Mm-hmm.